شوربه السبانخ من الشوربات الحلوه جدا. بشيل السبانخ واحط جرجير، اشيل السبانخ والجرجير واحط شبت، اشيلهم واحط كزبره، اشيلهم واحط بقدونس، اشيلهم واحط سلق. كل ده يديكوا شوربات هايله للشتاء. عندي سبانخ فريش، عندي مرقه خضار او لحمه او فراخ او ميه سخنه، ملح وفلفل وبصل مفروم وزبده، عصير ليمون. للتقديم عندي ساور كريم وكزبره مفرومه وشرايح من الليمون، بس انا هاخد من الكزبره دي دلوقتي معلقتين كده، احطهم على السبانخ جوه الشوربه. هنعمل ايه دلوقتي؟ على النار معلقه من الزيت، بسم الله. معلقه من الزبده، لو عايزين تكتفوا بالزيت اوكي. بصل مفروم ناعم، ملح، فلفل اسود. لسه مستمريه في التقليب لحد بس ما البصل يطرى شويه، مش عايزاه يغير لونه ولا حاجه، بس عايزاه يطرى شويه. انزل بالسبانخ والكزبره، او السبانخ بس، اقلب. برضو هنا مش عايزه اي تشويح زياده عن اللزوم، يا دوبك عايزه الطعم يبقى لذيذ كده، والسبانخ تبقى اخدت من النكهه بتاعت التحمير بتاعت البصل، وكله كده امتزج مع بعضه كويس. عصرة ليمون، مية سخنة أو شوربة، كتروش السائل لأن السبانخ هتنزل كمية مية رهيبة، فما تكتروش السائل وما تغطوش على السبانخ عشان ما تسودش. وطبعا ما تقلوش التسوية على السبانخ برضو، دي هي خطوة مهمة جدا جدا، مش عايزين نخسر الفوائد اللي فيها. طيب بعد بس يعني بس تسخن كده الشوربه معاها، هقوم ضربها بالهاند بلندر او باقي الخلاط ومقدماها على طول وفقط. طبعا انتوا مش محتاجين ان انا اقول لكم ان انا بضربها نص ضربه، واني بحب احس بالحاجات جوه الشوربه واعرف انا بشرب شوربه ايه، لكن تقدروا تضربوها بالخلاط لحد ما تبقى ميه تماما، تقدروا حتى تصفوها من مصفه ناعمه وتنزلوها ناعمه تماما، كل ده ينفع ما فيهوش اي مشكله خالص. وادي الشوربه